أخبار اليوم. شيرين عمرو، بنرحب بيكي في بوابة أخبار اليوم، وكنا لسه بنسمعك دلوقتي واستمتعنا جدا بأبعد مكان وماليش مكان أو حيطة مايلة. حيطة مايلة. وكمان قلتي حاجة زعلت الناس منك في آخر الحفلة، إن أنت هتهجري، ترجعي بالسلامة أو تسافري بالسلامة. كنا عايزين نعرف أنت كونتي إزاي الباند دوت وإيه المزيكا اللي أنت. أنا بلعب موسيقى من 10 سنين تقريبا أو أكتر، وبعدين بعد فترة كده، بعد فيلم ميكروفون ما أصح، بعد ما أبعد مكان طلعت ابتدى الناس تسأل أكتر عن في بقية الأغاني بتاعتك، فما كانش عندي لسه الباند بتاعي، فقابلت بقى أج في الاستوديو هو وعلي، كنت سامعاهم بيلعبوا يعني، فقلت لهم إذا بتلعبوا مزيكا شبه مزيكتي اللي هي البوب روك، فجمعنا في الاستوديو وابتدى بقى نعمل اغاني ونطورها ونشوف هتبقى صوتها عامل ازاي. شايفه ازاي مستقبل الاندر جراوند او الفرق المستقله؟ او يعني في كتير قوي عندهم مشاكل بسبب الموضوع دوت، او بيعملوا لهم مشاكل بسبب الموضوع دوت. بص، انا هو اول مشكله انه فكره ان انت ما ينفعش تطرح الالبوم بتاعك من غير شركه انتاج، ودي حاجه غريبه جدا ان انت دايرة صناعة الموسيقى مش لايقة على الدايرة بتاعت زي احنا بنصنع الموسيقى، لانه انا بكتب الاغاني بتاعتي بوزعها وبلحنها، ففي الصناعة الموجودة عندنا عندك موزع وكاتب ومؤلف، فدي سبوبة لوحدها، فانت عشان تكسر السايكل او الدايرة بتاعتهم هم هيخسروا، فانت عمرك ما هتخش، يعني عمره ما هو هيرضى انه صاحبه اللي بيكتب ولا صاحبه اللي بيوزع ولا صاحبه الملحن ما ياخدوش حاجه من الكوبشه لو طلعت البندات او لو طلع اللي هو فكره السونج رايتر اللي بيطلع بيبقى عنده حاجته. فعندك اول مشكله ان هي مش تعرف تتعامل مع شركات الانتاج، مش هتقبلك قوي عشان المشكله ديت، وفكره ان انت مش هتعرف تسوق لنفسك لانه المصنفات ما بتتعاملش مع شخص، فانت كده وقفت عنك، فما عندكش غير الانترنت، وهو حاجه لطيفه جدا بس طريقه التسويق بتاعتها لسه مش مدروسه قوي، ومش محطوط لها يعني اليه قوي انك تفهم ازاي توصل للمستمع اللي بيحب النوع ده من الموسيقى. وده يرجعنا للمشكله الاهم، انه الوعي بانواع الموسيقى، وانه انت ممكن لو بتسمع الفرقه ديت او الموسيقى دي اسمها ايه ونوعها ايه بتبتدي تكتشف اكتر، فده لسه الثقافه دي مش موجوده عندنا، فده عائق برضه. انت يعني جمهورك عرفك من خلال الانترنت؟ ما وصلنيش من الانترنت، جمهوري عرفني من السينما، من فيلم ميكروفون، ولولا كده ما كانش هيعرف. وفاضل لحد دلوقتي كسلان، مش عايز يدور على بقيه الاغاني، يعني هو فاضل معايا ابعد مكان وبقيه الاغاني بقى يعني، فاهم؟ ففي دي مشهور جدا. واخر حفلاتك في مصر امتى؟ يوم 25 ابريل ان شاء الله في حفله في الساقيه، ومعرفش بقى لو هنزل كل فتره العب ولا هيبقى ماشي ازاي الموضوع، بس هبقى موجوده اونلاين يعني. سيجنال 20.